first game. أول ماتش، أول مباراة. For this young player, Shabab. مجموعة الصغيرين دول، الشباب دول. Was the most difficult game. كان أصعب ماتش بالنسبة لنا. Because they had to break the ice. كان لازم زي يكسر التلج أو يخرجوا يعني من السكون بتاعهم. يسروا نفسهم. They were nervous. كانوا متعصبين. They were not sure about themselves. كانواش واثقين في نفسهم، كانواش متأكدين من أدائهم. They've never played at this level. عمرهم ما لعبوا في المستوى العالي ده. And what was important? اللي كان مهم طبعا. Was to make them aware. إن نخليهم منتبهين واخدين بالهم من. They have nothing to lose but everything to gain. ما عندهمش حاجة يخسروها، بالعكس ممكن يكسبوا كل حاجة. يعني أدائهم في المستوى العالي ده ما فيش حاجة يخسروها، لكن ممكن يكسبوا. And they must test themselves where their level is with. With the Premier League teams. لازم يقيسوا نفسهم، يشوفوا مستواهم فين من مستوى المباريات الدوري الممتاز. But the main الدرجة thing, الأولى الممتاز. The most important thing was to convince them on the tactics that if they do the tactics good, it's not easy for the opposition to score. طبعا أهم حاجة كان إزاي نقنعهم إزاي إن هما لو يكون في التزام خططي ويؤدوا الجزء الخططي والتكتيك ده كويس هيصعب على الخصم إن هو يسجل فيهم. Organization. أو التنظيم. You can see you played three games. شفنا لعبنا ثلاث ماتشات، ثلاث مباريات. The only goal we considered a normal play was the goal in Alexandria. لعبنا ثلاث ماتشات، الجول الوحيد اللي جه ملعوب مش من ضربة جزاء كان في اسكندرية، الجول بتاع الإسماعيلي. You could see also the goal we do today because this the player is inexperienced. طبعا ضربة الجزاء حصل وجي منها جون المقاومين النهارده جت بسبب ان اللعيب ما عندوش خبرات. But the شباب it's okay they learn from that. بس الشباب لازم يتعلموا من ده، دي فرصة ياخدوا خبرات ويتعلموا. But what I'm happy about is we scored on a normal play and a good goal. بس انت جبنا جول حلو من لعب عادي مش من ضربة جزاء، من لعب عادي. So they are confident. The issue of the contract. كده عندهم سقادات بالنسبة جزء تاني من سؤال حياتك، موضوع العقد، هو في من العقد دلوقتي مع النادي الأهلي؟ I don't know. It has taken too long. Yes. طبعا هي خدت الوقت طبعا فاز بيتكلم بعد اذنك. الموضوع طول شوي. Yes, we've been negotiating for very long time. فبيتفاوض بقى لفترة طويلة. We negotiated before the game of Kaiser Chiefs. بدأت مفاوضات من قبل مباراة Kaiser Chiefs. And we negotiated before the Super Cup. وقبل كأس السوبر الأفريقي. And we negotiated now again. وبيتفاوض تاني مرة تالتة دلوقتي. Before the World Cup. قبل ما نروح كأس العالم. And yeah, we're not reaching the level agreements to be honest. ما وصلناش لنقطة الاتفاق لسه بصراحة بمنتهى الأمانة. But I can tell you, it's not the salary that makes us not reach agreement. بس بقول لحياتك إحنا مش النقطة اللي ما فيهاش اتفاق، ما هيش نقطة المرتب الراتب. It's not that. It's other. Principles on the contract. خلاف في بعض الحاجات تاني مبادئ في العقد أو في حاجات الأساسيات في العقد، هي دي نقطة الخلاف. And yeah, it's not nice to negotiate for too long. وطبعا مش كويس يبقى مفاوضات تطول، نقعد فترة طويلة نتفاوض يعني. I want to stay. أنا عايز أفضل. And Al-Ahli knows I want to stay. والأهلي عارف إني عايز أكمل مع النادي. And I know Al-Ahli wants me to stay. وأنا عارف برضه النادي الأهلي عايزني أكمل معهم. But we are not reaching an agreement. بس لسه ما وصلناش لاتفاق. So I wish we need to reach an agreement before we go to Mundial. أتمنى نوصل لاتفاق قبل ما نروح كأس العالم للأندية. Because it's few months left. يعني فاضل كام شهر بس في عقده. So I it's not up to me. It's my office and Al-Ahli. المفاوضات بين مكتبه يعني بين الوكيل بتاعه والنادي الأهلي. So my agent and Karim Taufik. Ihab Taufik. أمير توفيق. I just delaying the process. هي مشكلة. ده تقول لك النقطة يعني هي خلاف مش عنده ولا عند النادي الأهلي، نقطة بين أمير توفيق وبين مكتبه اللي هي وكيلة بتاعته، مفاوضات هو بره القصة دي، هو مركز في شغله، هي نقطة بس الاتفاق على نقاط معينة. But what's not good is to negotiate for too long. بس مش كويس إن نفاوض فترة طويلة. Most especially when Ali wants me to stay. خاصة لما يكون الأهلي عايزني أكمل. And I want to stay. وأنا عايز أكمل، عايز أستمر. الأهلي عايزني أستمر وأنا عايز أستمر، فهو بس نقطة. I hope we reach an agreement. أتمنى نوصل لاتفاق في الأهلي. Before we go to the Mundial. قبل ما نروح كأس العالم. Because I need to clear my head. عشان عايز أفضي دماغي وأبقى مركز يعني أكتر. And know what's going to happen with my life because I need to know. أنا عارف إيه اللي هيحصل في حياتي عشان محتاج أعرف يعني أعرف رصيدي. If I have an existing contract. إذا كان في عقد قائم موجود. That I need to respect and honor. محتاج أحترمه وأقدره. And I will do that. وحامل ده إن شاء الله. But after a few months, we have
we have to find a solution because بس بعد شهور we have محتاجين to move نشوف بقى on with نوصل our المفروض lives نمشي بقى نكمل في حياتنا بعد شهور لازم حل عشان حياتنا تستمر الحياه تستمر ما بتقفش على حد to find stability عشان بقى في استقرار because it's important when you are with مهم a team لما تكون في فريق you focus تركز لما تكون في فريق and not listen to calls coming in تقعد تسمع المكالمات جايه من ناحيه تانيه او ناس تانيه بتفاوضك او كده because they disturb you انت بحاجه زي كده بتقلقني يعني بتقصر على تركيزي and I need my future to know what's happening. ومحتاج اعرف مستقبلي ايه اللي هيحصل في ان شاء الله before we go to the World Cup ان شاء الله قبل ما نروح كاس العالم this thing is الحاجات دي هتتحل sorted out لا لا كاس مين من اللعيبه اللي لفتت انتباهك وذا فروم ذا بلايرز عليهم في كاس العالم للانديه وخصوصا لو مصر كملت المشوار وقدرت تكمل وكده مين يقدر ياخده من اللعيبه مش صغيرين فروم ذا يونج ستارز اللي بلايت ويش بلاير كان give him confidence of play with him and count on him, especially if the national team continue for the AFCON and we'll miss many, we'll miss some players, you can give him the opportunity to participate in the World yeah, Cup. It's a good question you answer. We have That's identified few players, but it's very important not to answer you directly because yeah. we still have two more games to play. هو طبعا عارف مين كم لعيب بس ما اقدرش اقول لك دلوقتي لانه لسه فاضل ماتشين يتلعبوا لسه ما خدش قرار نهائي. I would like to answer you. لكن اتمنى اجاوبك على السؤال name, بس لو قلت اسامي دلوقتي اللعيبه تقول يعني انا بره حساباته so we have to protect them. المفروض احافظ على لعيبتي. But there are few that are coming. بس في لعيبه محطوطه يعني في اهتمامه اعتمد عليهم. اخر سؤال اتفضل. But why don't give him a chance? He's been raising his hand for the country. You will get your chance. You'll get your chance. Okay, فضل. فضل. أولاً أحرك على الطرف الشجاع بمشاركة الناشئين. Could you to have the courage to give the opportunity to the young stars to play? سؤالي عن فكرة مشاركة الناشئين بالكامل. هل فكرة كابتن موسيماني شخصياً ولا كان في اتفاق مع إدارة الأهلي إن هي الناشئين يعطوا فرصة الناشئين لتسويق اللعيبه او لظهور اللعيبه ممكن تدعم الفريق الاول وهل ده سؤال خلاص اوكي في السؤال سؤال بعد اذنك ذا كويستشن اذا تو جيف ذا فلو تو ذا اوبورتيتي تو اول ذا يونج ستار تو بلاي وذ 100% اوف ذا ستار اذا يور ايديا وذ ايديا تو ذا فول ادمنستريشن الاهلي تو جيف them the opportunity to show themselves of commercial then maybe they can put in them no it's not about me it's not about the administration of Ali It's about their situation. هو بيقول لحياتك لا 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 هو خد القرار ده الاهلي الموقف الحالي حتى من the players are away. اللعيب في لعيبه بره in the AFCON في بطوله افريقيا and the players of corona واللعيبه هنا موجوده في لعيبه موجوده بس عندها كورونا مش جاهزه and the few ones that I was left with who don't have corona and we're here احنا شباب ما فيش عندهم كورونا احتمال كان حسام حسن الفاضلين من القصه دي حسام حسن صلاح محسن كانوا هم فاضلين في الاول وليد سليمان and هاني نهاني محمد كريم كريم محمود محمد محمود and دول فاضلين من الكبار and وحيد وحيد ان هم دول those are the players who left اللي هو اللعيبه اللي فضلوا من بعد موضوع بعد ما بتاعت افريقيا والتانيين اللي خلوهم كورونا ده اللي فضلوا متبقيين كابتن وحيد مش جاهز كريم could not finish the match كريم مش قادر يكمل مباراه اصابه هاني got corona during the match هاني جاله كورونا خلينا المباراه عمل في مصر was negative اهلي كان سلبي after the match was positive بعد الماتش على طول طلعت ايجابي يعني يعني خلينا المباراه اوكي وحيد started the match in the first match وحيد بدا اول ماتش بتاع الجونه and he got an injury واتصاب صلاح he's got an injury صلاح اتصاب برضه ماتش اول بتاع الجونه who am I left with مين عنده بس تابوني مين مفيش عندي اختيار غير الناشئين I'm left with nobody مفيش حد تاني فاضل so We can see the situation as a difficult situation for us. صعب طبعا بالنسبة لنا. But it's a good situation to give شباب chance. بس فرصة كويسة الموقف كويس ندي للشباب فرصة. So look what we have now. شوف ده المتاح بالنسبة لنا. شوف عندنا إيه دلوقتي. So الحمد لله these boys are really really fighting. They are not afraid. الشباب دول بيقاتلوا في الملعب مش خايفين كان في روح. Yes. So السؤال الثاني هل كسر في حاجة في جزء تاني؟ Yeah. The second part. طب أوكي فاضي فاهم. Are you happy? اتفضل يا فندم طبعا اداء كويس جود بيرفورمنس والاهلي كسب شباب كتير لكن حضرتك صدرت الضوء على نقطه مهمه بت يور ذا بوينت طول مده المفاوضات مخليه في عدم استقرار شويه بالنسبه لك هل ده ممكن ياثر في اوضه اللبس الفتره الجايه لما اوصل مصر
الاتفاق ويأثر على الأهلي في البطولات اللي جاية؟ مش العقد يعني؟ Yes, I had a good performance for the team, but you told us that you was not focused 100%. Maybe it would affect you, the negotiation affect you mentally because I won't focus 100%. But like, maybe this way can affect the team, the changing room. Maybe I'm a professional. Who needs to be focused 100%? I have a contract. أنا عندي عقد أنا مختلف أنا ماضي عقد أنا عقد مستمر هو. I have no reason to say something. I have a contract. دلوقتي هو في عقد جاري مستمر هو ما فيش عذر اقول فيه يعني مشكله العقد انا شغال في عقدي يعني العقد ما انتهاش لسه. And I'm gonna honor it and I'm gonna respect it. هحترم بنوده وهحترمه كواحد محترف يعني كمدير محترف. Yes, العقد started to say let's negotiate. هو الاهلي اللي جه قال له نمد نزود عقده وعقد نتفاوض عشان نمد العقد بس هو عقده ده ساري. They started to say, let's negotiate. I said, okay, I'm here. قال لهم اوكي انا متاح تحت امركم. And then we're not finishing. ولسه ما خلصناش حتى التفاوض دي. So me, I'm rested. انا مستريح انا ما عنديش مشكله انا هادي ما عنديش اي حاجه تضغطني. I'm rested. ما عنديش مشكله. But I'm humbled to coach a team like Al Ahly. شرف لي مره فرقه زي النادي الاهلي. I don't think if I did not coach Al Ahly, I would have won the two Champions League. ما اعتقدش ما كنتش مانت فريق كبير زي النادي الاهلي كنت هكسب بطولتين افريقيا زي اللي خدتهمها. And the two Super Cups. واثنين كاس سوبر افريقي. And also a bronze medal in وتالت عالم انديه برونزيه في كاس العالم الانديه. But also my contribution also must be respected. بس برضو مساهمتي مع النادي واضافتي للنادي لازم برضو تاخد بعين الاحترام. Because I came here we did not have the Champions League for 7 years لما وصلت النادي الاهلي and World Cup we did not have ما كناش محققين كمان 7 سنين ما خدناش كاس افريقيا وما خدناش كاس السوبر الافريقي ولا خدنا الميدالية البرونزيه بقالنا فتره كانت غايبه عن النادي الاهلي. I've also contributed even though I know I have a good team. ساهمت انا عارف طبعا فرقتي كبيره وفرقه كويسه معايا فرقه كويسه هي اللي حققت بس انا برضو كان ليا اسهام في ده ليا مساهمه في ده لان كل المدربين اللي قعدوا كانوا في مكاني في اخر 7 سنوات they also had a good team. كان معاهم فرقه كويسه برضو ما حققوش حاجه. So I also contributed. أنا برضو شاركت في الإنجازات اللي حصلت. But Ali is bigger than anybody. بس النادي الأهلي أكبر من أي حد حتى أكبر مني أنا. But this life we are professionals. بس دي حياتنا دي إحنا محترفين ولازم نتكلم فيهم. It's not up to me. It's up to Al Ahly. أوكي في الآخر الموضوع في إيد النادي الأهلي مش إيدي أنا. I'm here. I want to stay. أنا هنا موجود وعايز أقعد وقلتها. I want to stay. قلتها بشكل مباشر أنا هنا وعايز أقعد عايز أستمر. If I don't play games. ما بعرفش ألعب بعرفش بلف ودور يعني. But if I don't continue is not because I don't want to stay. بس لو ما كملناش لو ما كملتش مع النادي مش مش علشان انا مش عايز اكمل. But I have to continue with my life. بس لازم حياتي تستمر هتستمر. And move on. Coaches come and go. اوكي يعني ده شيء طبيعي المدربين بيروحوا بييجوا ده شيء طبيعي ده جزء منه. ان شاء الله استي هي. بس ان شاء الله هفضل هنا مع النادي الاهلي. ان شاء الله. اوكي 7 اسئله. مش مسؤولين. وكيف انت طبعا. كابتن عثماني اكيد متابع بطوله ده فولو ده افكون كوتش بس مش الماتش ده مش الماتش ده بطل صح اوكي ذا افكون يو ار فولوينج ذا افكون بس انا بقول في لعيبه لفتت نظر كابتن موسيماني اللي ممكن تنضم للنادي ده فولو ذا جيم اوف افكون سام بلايرز تو يا سام بلايرز يو ميبي يو كان سايت فور ذا سايت فور ذا اني وان كان موست اوف ذا توب بلايرز ان بريتش كامل سؤال ان كاب اوف نيشنز ها بلاينج ان يوروب معظم اللعيبه في بطوله افريقيا بيلعبوا في اوروبا في الافكان يعني بيلعبوا في بطوله اوروبا لوك ات ذا تيم جامبيا في فرق جامبيا اند جامبيا اند سيرا ليون ذا سول تيمز ذا بريليانت بلايرز ميبي يو كان ثينك اباوت اف ذيس ا بلاير اف ذيس ا بلاير بلايرز هو ار بيتر ذان مالول تاو ديان وي توك بقول لك لو اللعيبه دي مستوى اعلى من معلول وديان والمختلفين بتوعنا وبيرسي تاو ساعتها بتبتدي افكر بتبتدي اتكلم في ده لكن وي دونت ساين بيكوز سمبودي از هافينج ا جود مش نجيب حد بس المجرد هو لعب كويس مع فريقه فعمل بطوله كويس وهم جايبينه احنا عندنا فعلا لعيبه سو وي نيد تو اليفيت ذا ستاندرد محتاجين نعلي المستوى وي كان سي وان از هافينج ا جود جيم ان مش اه ده عمل ماتش كويس وبطوله افريقيا اما دي خارجين علي از ا بيج تيم النادي الاهلي نادي كبير مش اي حد يلعب فيه از ا بيج تيم اي مين لوك ات كوت ديفوار شوف كوت ديفوار لعبت كوت ديفوار بلايرز ار بلاينج فور ميلان بيلعبوا في ميلان وفي انديه كبيره ده المستوى تتوقع المصري خلاص يا فندم خلاص ده خلاص المؤتمر خلص